توكلنا على الله. أنا عندي هذا مريض صار له أربعة أشهر ما خليت الأكل، ما أكل البيت وماكو نتيجة، وهسه قالوا لي إلا زرح كله. وإحنا قدمنا أربع نفرات والأربعة ما طابوهم، وجبنا مرتفو وطلعت حاص وعدها وطلعت عندها الكلى الثانية قالوا بيها توسيع، فلبينا عليها 3 ملايين بس التحاليل وما رهمت. وإحنا صار من 4 أشهر نروح ونريد وماكو نتيجة. تجهنا الأربيل لقيت تجاه الأربيل ورحنا للطبيب وهيجي صارت قسمته هناك، بس العملية كلفت 40 مليون والحالة ما تساعد. ونطلب من الناس الخيرين تساعدنا، اللي يشوفونا بعيونكم حميد في حال ابن اختي المشروع الوحدين حاليا، وانا نازل بالتنمية محافظة واسط وحرت بيه شو اسوي ما ادري. قالوا لنا ونطلب من عندهم المساعدة، بركة الحكومة تنتجهن، بركة الناس الخيرين. شوفنا بشوفة كان دازين لهم أمانة الله ورسوله، الله ورسوله، وهذا وياها الموبايل. ونطلب من الناس الخيرين، يعني تعبنا بشكل تعبنا مساعدة أمانة دزيناها القناة الصغيرة، وهذا رقم الموبايل وياها، وبركة الحكومة تساعدنا، بركة الناس الخيرين، بركة فاعل خير. امورنا عزيز، صار لنا 4 أشهر وما قدرنا كل شيء، كل حل نسوي، كل حل ما قدرنا نسوي، وهاي اوراقه وعمليته تكلف اكثر من 40 مليون وما عندنا كل شيء، وقعنا للدار مكانه مشروع الوحده ناحيه الحريه. وهاي اوراقه، هاي شوفوها، هاي كلها تحاليل وهيجي، وما لقينا غير المتبرع بأربيل، وجزاه بخير المتبرع، بس المبلغ صار كبير علينا. ونطلب مساعدة الدولة، مساعدة الحكومة، الناس الخيرين، شوفنا بشوفتهم.